يعني موضوعنا اليوم راح نناقش بلادر تيومرز وتحديدا بلادر كانسر سبيشالي ترانزيشنال سيل كارسينوما. نحكي دائما ببداية المحاضرة على معلومات statistical epidemiological. طبعا بلادر كانسر is the second most common urological malignancy after prostate cancer in males. What are the risk factors؟ قسم منها ما أقدر أغيرها non-modifiable مثل الأيج. البلادر كانسر كمان كل ما الواحد يتقدم بالأيج وبالتالي هو rare in patients less than 50 and mostly happen in the 8th decade يعني بالسبنتيز. كذلك الجندر، شوفوا هاي معلومة MCQ، more common in men however it is more aggressive and more lethal in women. السبب عليكم. كذلك بالنسبة للإثنيسيتي، it is less common in blacks, however it is more aggressive and more lethal in blacks. نفس فكرة الميل والفيميل. نجي إلى أهم نقطة بالريسك فاكتورز. دائما المريض اللي عنده هيماتوريا أو suspected أو proven bladder cancer أسأل بالتفاصيل على الهيستوري مال سموكينج. ماشي. It is the major cause of bladder cancer. It increases the risk by 2 to 4 or 5 folds. Okay. مو بس هيجي، اللي تشخص بلادر كانسر وهو سموكر وما قطع السيجارات he will have a higher risk of recurrence and mortality. ليش السيجارات سموكينج associated with bladder cancer؟ بالتأكيد اكو كارسينوجينز بالسيجارات من ضمنها 2 نفثيلامين and 4 امينو بايفينال. هذه نورمال الكارسينوجينز تروح الى الليفر acetylation detoxification، لكن بعض الناس هما have a slow detoxification process in the liver، نصيح لهم slow acetylators، فيصير عندهم risk of bladder cancer. ماشي، خلوا ببالكم انه بالبلادر كانسر نسال بالسموكينج على الاماونت والديوريشن. مرات يكون الشخص يقول لك دكتور انا ما ادخن هسه، لكن سابقا كان هو اكس سموكر، حتى لو قاطع السيجارت قبل 15 سنه يظل الريسك مال بلادر كانسر، فضروري نسال على اكتف سموكينج اند اكس سموكينج. الشغله الثانيه من الريسك فاكتورز اللي جدا مهمه هاي نسال عليها بالسوشيال هيستوري اللي هي طبيعه العمل ومكان الاقامه. ليش؟ لان اكو اوكيوبيشنال كارسينوجينز. شنو اسمها؟ اسمها اروماتيك هيدروكربونز. خليني نجي نترجمها بصوره ابسط، تتقسم الى بنزينز اند انيلين دايز. يعني بصوره عامه مشتقات النفط والمشتقات اللي بها اصباغ. فمثلا اللي يشتغلون بالمانيوفاكتشر اوف غاز اند تار، هذا الزفت اللي يستخدموه بالشوارع الجير، رابر اللي هي تايرز، ليذر وركرز بالجلود، بينتس الاصباغ بانواعها مثلا هير دريسرز الحلاقين، تكستايل معامل النسيج والاقمشه، بينترز بلمرز السباكين. وهذا نفس فكره السموكينج اذا مو اكثر همينه. حتى لو مشتغل بهاي الشغله قبل 25 الى 45 سنه من الاونست مال بلادر كانسر، ماشي، لان اكو لونج ليتنسي بين اكسبوجر تو ذيس اروماتيك هيدروكربونز اند ذا اونست اوف بلادر كانسر، فاكون ذكي من اخذ هيستوري ما اركز بس على الريسنت اوكيوبيشن. عامل اخر مهم هو كرونيك اريتيشن اوف ذا يوروثيليوم. كرونيك انفلاميشن مايت ليد تو ا سبيسيفيك تايب اوف بلادر كانسر اللي هو السكويماس تايب مو الترانزيشنال تايب. الاريتيشن شنو هو السبب مالته؟ ممكن بلادر ستون، ممكن شخص عنده لونج تيرم كاثيتر مثلا عنده ريتنشن او انكونتيننس، وممكن الشستوسوما هيماتوبيوم البلهارزيه الايج بيها تيرمينال سباين وتسوي اريتيشن للميوكوزا. فكرونيك انفلاميشن ليدز تو سبيسيفيك تايب اوف بلادر كانسر كولد سكويماس تايب. اسال كذلك بالدراج هيستوري، قد يكون المريض عنده هيماتولوجيك مالجنسي سابقا وماخذ سايكلوفوسفامايد. سايكلوفوسفامايد از ا ريسك فاكتور فور بلادر كانسر. اسال ايضا عنده سابقا ماخذ بيلفيك راديوثيرابي فور اكزامبل فور انذر تايبس اوف بيلفيك مالجنسي مثلا بروستيت كانسر ان مان، سيرفايكال اور يوتراين كانسر ان وومن، وماخذين بيلفيك راديوثيرابي، هذا ريسك فاكتور فور بلادر كانسر. نجي للهيستولوجيك تايبس، خلي انزلها او لا خلي اقطعها بهالطريقه احسن. طبعا احنا بدنا نحكي على بلادر نيوبلازم او تيومرز، تتقسم الى بناين ومالجنت. والمالجنت تتقسم الى برايمري يعني هي من البلادر منبعه، او سكندري يعني ميتاستاتيك. البرايمري ممكن نابعه من الابيثيليوم وممكن نابعه من الميزنكايم.
فخلي نجي نشوف الانواع مالتها. طبعا بناين تيومرز ان ذا بلادر ار اكسيدنجلي رير، يعني انا لحد الان ما شايف ولا وحده من عندها، وبالتالي كل ماس بالبلادر is considered cancer or malignancy until proven otherwise. عندنا انواع نصيحه inverted papilloma and nephrogenic adenoma but they are quite rare. Now malignant are more common especially primary epithelial. النوع الاول منها هو الموست كومن على اعتبار اللايننج ابيثيليوم مال البلادر هي ترانزيشنال، فنتوقع انه الترانزيشنال سيل كارسينوما is the most common variant، نلقاها باكثر من 90% of all cases of bladder cancer. السكويمس اقل 1 الى 7%. كومن من اكو كرونيك irritation of the mucosa by for example schistosoma hematobium egg او by stone bladder stone or by long term catheters. Adenocarcinoma هذه يصير اللايننج مالتها secretory glandular تشبه مال الباول. The primary adenocarcinoma is quite rare only 2%. نلقاها ببعض الكونجنتال انوماليز اللي مر عليكم بمحاضرات الكونجنتال مثل البيتنت يوريكس اكتوبيا فازايكي اللي هي اكزيستروفي اوف ذا بلادر and sometimes we use bowel segments and we implant them in the urinary tract مثل ما حنشوف later on. فإذا صار بها مالجنسي تطلع مال باول أدينوكارسينوما. زين ممكن primary bladder tumor مو من الإبيثيليوم وإنما من surrounding muscles والتشيوز فنسميه ميزنكايمال اللي هي هنا حنسميها ساركوما for example رابدو مايو ساركوما أو ظهر ما حد مركز على المحاضرة. دكتور الصوت راح. زين ليش ما راسلتني زين العابدين من الصوت راح؟ شلون اعرف؟ دكتور هسه راح قبل يعني هذا الاستاذ الفات مش صوت. يعني دكتور انت قلت برايمري ميزنكايمال وذكرت النوع وفجأة راح الصوت. وبعدين عبر على ترانزيشنال. ماشي اوكي. يلا. نبهوني عيني مباشرة بتكست إذا شو يسموه إذا انقطع. كل اللي مهم هسه هذه حنزلها كلية هيجي. Benign tumors in the bladder are quite rare. المالجننت الموست كومن هو البرايمري أكثر من الميتاستاتيك. والبرايمري الإبيثيليال أكثر من الميزنكايمال. ومن الإبيثيليال الموست كومن هو الترانزيشنال سيل كارسينوما. بقية الأنواع السكويمس والأدينوكارسينوما less common وهذني الريسك فاكتورز اللي associated وياها. عذرا لأن عندكم ساعة فلازم أمشي بالمحاضرة. زين هسه هنا أنا كلش مهم، إذا عندي transitional cell carcinoma شنو البروجنوسز؟ شلون أسوي مانجمنت؟ تعتمد على كلمتين ضرورية جدا يندرخن. staging يعني إيش قد depth of penetration or invasion وgrading يعني اللي تعتمد على degree of differentiation. ماشي فنجي نعرف الستيج ونجي نعرف الجريد. هل اشوفكم هاي الصوره شباب؟ الصوره واضحه هذه لو لا؟ نعم دكتور واضحه. خلينا نجي نتخيل هذا كروس سكشن بالوول مال بلادر، يعني هذا اللومن مال بلادر وير يورين از لوكيتد وهذا الاوتسايد وول. خلينا نجي نشوف اللايرز فروم ان اوت. هذه اللاير الاولى هي الابيثيليوم اللي هو يا نوع ترانزيشنال ابيثيليوم. ماشي قاعده على بيسمنت ممبرين وجواها مباشره لاير اسمها لامينا بروبريا بيها مرات مصل نصيح لها ماسكولاريس ميوكوزي، هاي من ايام الهيستولوجي تعرفوها. كل هاي اللاير الترانزيشنال ابيثيليوم والبيسمنت ممبرين واللامينا بروبريا هذني نصيح لها ميوكوزا. ورا الميوكوزا ماكو سب ميوكوزا مثل الباول. There is no sub mucosa in the bladder. وبالتالي الميوكوزا resting immediately on the muscularis. المصل مال البلادر نصيح لها ديتروز در مصل اللي هي thick layer of muscle ومن تتقلص مسؤولة عن ال emptying of urine. فإذا هاي المسكولارس وراها تيجي layer مال perivesical fat ممكن نصيح لها سيروزا وادفنتيشيا. لحد الآن هاي layers واضحة؟ نعم دكتور. زين خلينا نشوف التيومر منين ينبع. نشوف التي ستيج. طبعا احنا الستيجنج عندنا تي ان ام ستيج. تي
for the size of the tumor, local invasion, and for lymph nodes, والM for metastasis. حنركز على T هنا أنا كلش مهم. إذا التيومر فلات وبس بالإبيثيليوم أنصح لكارسينوما إن سايتو سي أي إس. ماشي. الموست كومن فاريانت هو هذا تي أي. يطلع التيومر سوبرفيشال بابيلاري فينجر لايك بروجكشن، ومرات من يكبر يشبه القرنابيط أنصح لكولي فلاور، وهو كومبليتلي موجود بالإبيثيليوم ما عبر البيسمنت ممبرين، هذا أنصح له تي أي. هذا الموست كومن هيستولوجيك فاريانت وبالعاده يكون لو جريد. اذا عبر التيومر البابيلاري الى البيسمنت ممبرين واللامينا بروبريا بس بعد ما واصل للمصل، هذا نصيح له تي 1، هذا اخطر. هذني الثلاثه اللي عددناهن سي اي اس تي اي تي 1 نصيح لها نون مصل انفيزيف بلادر كانسر، كنا سابقا نصيح لها سوبرفيشال بعدها ما واصله للمصل. بينما من تي 2 تي 3 وحتى تي 4 اللي ما موجوده هنا وصل للمصل وعبرها، فنصيح له مصل انفيزيف. التي 2 وصل التيومر الى الماسكولارس، التي 3 فات اعمق الى البيريفيزايكال فات، والتي 4 عبر للنيبرنج اورجنز على سبيل المثال البروستيت، سيمينال فيسيكل بالميل، اليوترس، السيرفكس بالفيميل، نصيح له تي 4. لحد الان واضح شباب؟ نعم دكتور. عندي حسب التي ستيج نون مصل انفيزيف بلادر كانسر يشتمل كارسينوما ان سايتو تي اي تي 1 ومصل انفيزيف بلادر كانسر نون مصل انفيزيف اند مصل انفيزيف، هاي المختصرات مالته. هذا اهم جمله بالستيجنج لان تحدد البروجنوسز والتريتمنت كومبليتلي. تفاصيل التي ان ام ستيج تطلعون عليها هنا أنا. ماشي. لا شنو الجريد؟ الجريد ما له علاقه بالدبث اوف بنتريشن وانما له علاقه بالديجري اوف ديفرنشيشن، يعني اشوف النيوكليس الى سايتوبلازم ريشيو، اذا اكو انيوبلويدي، اذا هايبر كروماتين، مالتيبل نيوكليولاي. الجريد نستخدم ال 2004 دبليو اتش او سيستم. هذا خاص بالنون مسل انفيزيف بلادر كانسر. خلينا نجي نتعرف عليه. اول جريد نصيح له جي 1 ماشي اللي هو ابسطهن اسمه papillary urothelial neoplasm of low malignant potential، يعني حتى ما سميته كانسر سميته neoplasm of low malignant potential، نقراه pan lump. اما اذا صار urothelial carcinoma per se فهي اما low grade G2 او urothelial carcinoma high grade G3. كل ما تقدمنا كل ما صار worse prognosis. زين طبعا خلوا ببالكم المصل انفيزيف من صار تي 2 فصاعدا هو باي ديفينيشن هاي جريد. نجي هنا الى كلمتين جدا مهمه تندرخ بالبلادر كانسر. بلادر كانسر از لايبل فور بوث ريكرنس اند بروجريشن. ريكرنس اند بروجريشن ماشي. الريكرنس معناته شلنا التيومر او عالجناه ورجع ورا فتره بنفس الجريد والستيج السابق، كان تي اي رجع تي اي ما صار ورس. بينما البروجريشن تعاملنا ويا التيومر ورجع بجريد او ستيج اعلى، مثلا كان تي اي وصار كارسينوما ان سايتو، كان تي اي واصبح بعدين تي 2. شو تتوقعون ياه الاخطر، ريكرنس لو البروجريشن؟ دكتور بروجريشن. بالفعل البروجريشن اخطر بالفعل. فاذا هذه الكلمتين تعرفنا عليها. ماشي. هسه هنا جزء جدا مهم بالمحاضره ودائما تنسالون بي بالهيستوري تيكينج وبصف سادس. هاو تو دايجنوز بلادر كانسر؟ طبعا نشخصها سيمبتومز وساينز وانفستيجيشنز، وراها نطلع ديفرنشال دايجنوزز، وراها اذا بلادر كانسر نسوي جريدنج وستيجنج ونعطي تريتمنت اكوردنجلي. خلينا نجي نتعرف على السيمبتومز. طبعا اهم شيء تندرخ هيماتوريا، ممكن تكتبها بدون الاي وممكن تكتبها بالاي. هيماتوريا تعريفها معناتها blood in urine، مو معناتها red colored urine، معناتها تحديدا هذا اللون الاحمر نتيجه blood in urine. تتقسم الى، خل انزلها، visible hematuria نختصرها VH، هذه اشوفها شوف العين gross يشوفها المريض او الدكتور. non visible hematuria هذه ما راح يشوفها المريض بعينه وانما تبين بتحليل الادرار سواء الدبستيك او المايكروسكوبي.
هذه سب ديفايدد اذا وياها سيمتومز نصيح لها سيمتوماتيك نون فيزيبل هيماتوريا. بالعاده السيمتومز تكون الريتيتيف سيمتومز لايك سوبرا بيوبك بين، ارجنسي، فريكونسي، ديسيوريا، حرقه بالادرار. والنوع الثاني من النون فيزيبل هيماتوريا وذاوت سيمتومز اسيمتوماتيك، ممكن يكون ترانزينت، يعني شاف المريض مره او مرتين او مره واحده تحديدا، او بيرزيستنت، شاف المريض بال يعني شافه بالمايكروسكوب عفوا، يعني طلع بتحليل الادرار بوزيتيف اكثر من مره. فاذا هذه ماتوريا. زين بالهيستوري، يعني المريض اذا اجى قال لي، اذا اخذ منه هيستوري قال لي دكتور الادرار احمر وشكيت انه هذا هيماتوريا، شنو هي طبيعه الهيماتوريا اللي ماشيه ويا بلادر كانسر اكثر من بقيه الدفرنشال دايجنوزيز؟ هاي جدا مهمه وتظلون تسالون عليها بالمرحله السادسه. اولا اذا كان جروس فيزيبل هذا مور لايبل فور بينج مالجننت. انترميتنت يعني مو كل مره يروح المريض للادرار يلقاه احمر، مرات يلقاه احمر وبعض المرات يلقاه صافي، هذا ماشي اكثر ويا كانسر. هاي اهم كلمه painless. الهيماتوريا اول ما يجيني المريض اقول له عندك وياها وجع لو without، اذا painless هيماتوريا تمشي ويا بلادر associated with the clots ماشي، اذا bleeding continuous or severe راح تنزل clots باليورين كذلك. دكتور فصل الصوت عني؟ تفضل فصل. اي ما فتره طويله عافيه صار ليش قد فاصل. دكتور التوتال بلاد سين ان هول ستريم هاي كلها ما قلتها. ماشي سمعتوا البينلس يعني؟ ايه وصلنا، قلت اهم نقطه انه نسال اكو وياها وجع ولا لا. ماشي عيني. فاذا قلنا نرجع لهذه نسال بالهيماتوريا وياها الم اثناء الادرار ماشي لو ماكو الم، اذا ماكو الم ماشي painless hematuria with bladder cancer or other cancers in the genitourinary tract. اذا وياها pain لا ماشي ويا ستون، ماشي ويا تروما، ماشي ويا infection. total hematuria معناتها انه الادرار كله من بدايته لنهايته ملون احمر، نصيح له throughout stream. هذا يميزنا اياه عن الانيشال هيماتوريا اللي بس يكون بالبدايه، وتيرمينال هيماتوريا اللي يكون بس بالنهايه. شنو اللي يسبب انيشال هيماتوريا وتيرمينال هيماتوريا؟ لازم يعني تقرون عنه انتم، حضروا. اسوشيتد وذ كلوتس هاي نقطه جدا مهمه، يقول لك دكتور ده ينزل الادرار احمر وبي وصاخه بالعراقي قسم يصحوا له شبود او خثر، هذه ايضا ماشيه ويا بلادر كانسر. هوم وورك، شنو الديفرنشال دايجنوزز اوف ريد كلر ديورن؟ اكيد وحده من عندها هيماتوريا لكن بيها اذر ديفرنشال دايجنوزز، تقرون بس التعداد مالتها. زين اني من اريد اشخص النون فيزيبل هيماتوريا راح المريض يدز عينه مال ميد ستريم، نفحصها باحدى طريقتين او كلاهما. الطريقه الاولى هي يورن ديبستيك ماشي، يجي ابو المختبر يطلع ديبستيك، كل وحده من المربعات هاي تقيس فتشي باليورن، على سبيل المثال باس سيلز، ار بي سي، نايترايت، لوكوسايت استريز، بي اتش الى اخره، يخليها باليورين خلال فتره معينه ويطلعها. مثلا اذا هذه مال ار بي سي يقارن اللون مالتها بالرو اللي مكتوب ار بي سي ويشوف يا لون ينطبق عليه وينطي العلامه، ممكن نيجاتيف ار بي سي، ممكن بلس ماينس، وراها 1 بلس 2 بلس 3 بلس حسب السيفيريتي. هذا اللي نصيح له بالعراقي صلايب دم، صلايب معناتها بلاسز. واضح لحد الآن؟ واضح. الطريقة الثانية طبعا بالفحص انه ياخذ الميدسترين نفحصها اندر ذا مايكروسكوب افتر سنترفيوجيشن، المفروض اليورين يكون اسيلولار، هذا اليورين ابنورمال، حشوف بيه نوعين من الخلايا، هاي الخلايا الصغيرة اللي الطرف مالتها طوخ فمعناتها ديسكويد ماشي، هذه ار بي سي. اذا اشوف اكثر من ثلاثة بالهاي باور باور فيلد مثل هذا نعتبره مايكروسكوبيك هيماتوريا. الخلايا الثانيه الاكبر، هذه اكبر وبيها جرانيولر بالداخل حبيبيه وما بيها هذا الهيلو اللي داير مدايرها مثل هذا، هذه وايت بي سي، انصح لها باس سيلز ماشي، ماشيه ويا انفكشن اور انفلاميشن. شغله ثانيه، مرات يجي المريض خداع ما يجي بهيماتوريا، المريض الالدرلي
خاصة إذا عنده ريسك فاكتور سموكينج أو أوكيوبيشنال هازارد، ويجي بكرونيك هيستوري أوف جاست الريتيتيف فويدنج سيمتومز أور فيلنج سيمتومز، جاست سوبر أكيوبيك بين، ديسيوريا، أرجنسي، أسوي له يورين كلتشر يطلع نيجاتيف ماكو بكتيريا، هذا لازم أشك أنه عنده بلادر كانسر حتى لو ما عنده هيماتوريا، لأن مرات يجي جاست بالريتيتيف سيمتومز، خاصة الكارسينوما انسايتو اللي هي صح سوبرفيشال نون مسل انفيزيف لكن هي هاي جريد تخوف. ماشي، فهذول المرضى ماشي يحتاج لهم قد نسوي سيستوسكوبي تو اكسكلود بلادر كانسر. انتبهوا هنا لنقطه مهمه، مرات المريض ابو البلادر كانسر ما يجي عنده ار بي سي ان يورين، يجي عنده باس سيلز وايت بي سي ان يورين بطريقه خاصه اسمها سترايل بايوريا، تجي باس سيلز انا اشوفها اقول خفاي انفكشن، ادز يورين كلتشر يطلع اليورين كلتشر نيجاتيف، فهذه بايوريا without growth، نصيح لها سترايل بايوريا. واحدة من الدفرنشال دايجنوزز مالتها هي بلادر كانسر، فتخوفنا الاسترايل بايوريا. ثاني دفرنشال دايجنوزز اتيبيكال بكتيريا، لايك تيبي. ما تطلع بالكلتشر العادي. ثالث شيء كرونيك انفلاميشن. الروتيشن اوف ذا ميوكوزا فور اكزامبل باي ستون اور كاثيتر. طبعا نادرا ما يجي المريض بسيمتومز اوف ادفانس ديزيز عابر البلادر وحسب المكان اللي وصل له. اذا مضغوطه الليمفاتكس او الفينس سيستم حيجي بلور لمب سويلنج، اذا واصل للبون راح يجي بون بين. اذا البلادر تيومر اكستنسيف وساد اليوريتريك اورفيسز اثنيناتهم يجي بانيوريا نو يورين اوتبوت اقل من 100 بير 24 اور او يجي برينال فيلير. و symptoms of excessive metastasis like weight loss and anorexia. أحد عنده سؤال لحد الآن؟ دكتور ممكن سؤال؟ زين اسأل دكتور. أوه دكتور كل شيء مدى أسمع من الصوت مالتك النت الظاهر ضعيف، تقدر تعيد السؤال؟ اسمعني هسه دكتور. أي نعم. دكتور ولو سؤال خارج اليورو من يصير وجع مثلا؟ لا عفوا دكتور خارج اليورو لان عندكم امتحان وراها، انا راح اخلص هسه احاول بسرعه، خلوا الاسئله اللي خارج اليورو بس بنهايه المحاضره من لطفكم، او اتصل بي رقمي موجود يم زين العابدين وانا اجاوب حضرتك. تدل زين هسه هاي همينه مهمه وبالسادس حنفوت بتفاصيلها اكثر. المريض اللي جايك بهيماتوريا ماشي سواء جروس او مايكروسكوبك ايش اسوي بالبدايه؟ احاول اكسكلود كومن باثولوجيز قبل ما افكر بالكانسر، اكسكلود يو تي اي فادزها يورين كلتشر. اذا فيميل ويونج اكسكلود منسز لانه اذا فتره البيريد ممكن يتلوث اليورين ويجي بجروس او مايكروسكوبك هيماتوري. اكسكلود اكسرسايز اند تروما. افتر ذس ماشي all the patients with visible hematuria. All the patients with symptomatic non-visible hematuria. All patients with persistent asymptomatic non-visible hematuria. Even patients which who have a single episode of asymptomatic non-visible hematuria هم كبار بالعمر بعمر بلادر كانسر فوق ال 40. فإذا كل مريض تقريبا عنده hematuria after you exclude these three simple causes they should be fully evaluated to exclude bladder. بلادر كانسر والانفستيجيشنز راح نجي عليها وحده ورا الاخ ماشي. فاول خطوه بالهيماتوريا اسال بالهيستوري على المنسز تروما اكسرسايز وديسكلتشر تو اكسكلود يو تي اي. طلعت اكو يو تي اي تريتد اند ري ايفالويت راحت الانفكشن وهذول البيشنتس اشك بلادر كانسر فاسوي الفحوصات التاليه. يورين سايكولوجي هذا فريشلي فويدد سبيسيمن ماشي بس مو مورنينج سبيسيمن. هذا ادزه للمختبر للهيستوباثولوجيست ماشي فحصه يفحص الشدد سيلز ماشي يشوف بها كرايتيريا مال مالجنسي لو لا. احنا اليورين سايتولوجي اكو معلومه جدا مهمه مال ام سي كيو انتبهوا عليها. تفرق الدقه مالته تعتمد اذا التيومر اللي جوا لو جريد لو هاي جريد. اذا التيومر هاي جريد على سبيل المثال مصل انفيزيف او كارسينوما انسايتو او جي 3 هذا يطلع فيري اكيوريت يطلع هايلي بوزيتيف اليورين سايتولوجي. سو ات از هايلي اكيوريت وين ذا اندرلاينج تيومر از هاي جريد. هاوفر اذا التيومر لو جريد على سبيل المثال تي اي من ناحيه الستيج او جي 1 من ناحيه الجريد
very low sensitivity ما يحدده only positive in 10%. المشكلة أنه غالبية البلادر كانسرز هي بالحقيقة low grade and low stage. فأهمية اليورين سايتولوجي إذا طلع positive أشك بدرجة عالية أنه أكو underlying high grade malignancy in the urinary tract. طبعا راح أدز ممكن CBC looking for anemia, أدز renal function, urea and creatinine. ماشي. وأبدي بالألتراساوند اللي هو أول radiological study صديقة للبولية. حتطلع البلادر بصورة واضحة والكدني. ماشي. لكن اليوريتر مو كل شيء يبين بالألتراساوند بصورة واضحة، خصوصا الميد يوريتر مثل ما اتفقنا. أقدر أستعيض عنه بـ CT scan with IV contrast specialized for the urinary tract حتى بـ 3D orientation. انصح له CTU. هذا الـ CTU لا تنسون أنه حتى لو أكو بلادر كانسر أكو risk of upper transitional cell carcinoma باليوريتر أو بالرينال pelvis in 3 to 5% of cases. فحتى لو لقيت بلادر تيومر I should evaluate the upper urinary tract by CTU. أوكي؟ طبعا هي كوستلي مكلفه وبها راديشن اكسبوجر فما اقدر انطيها للبريجننت. So it is best reserved for selected cases with high suspicion of cancer. مثلا gross hematuria عمره كبير اكثر من 40 smoker or ex smoker او occupational hazard. هذا عنده high specificity for cancer. ماشي. شلون اقدر اقيم اليوريتر بوسيله اخرى غير السي تي يو؟ اقدر انطي اي في يو، اقدر اخلي كاثيتر باليوريتر وادفع داي انصح لها ريتروجريد بايلوجرام، واقدر ادخل بناظور يو ار اس واشوف اليوريتر والرينال بيلفس بالعين. شوفوا شباب هذا الالترا ساوند وهذا السي تي يو. الترا ساوند غالبيه التيومر نشخصها بالالترا ساوند. هاي البلادر شكلها سفيريكال بالداخل سودة لان يورن، وهذا الوول ثيك هذه الماسكولارس، وهاي اللاير الثن هنا هي الميوكوزا. نشوف طالع ماس كبيره كولي فلاور بابيلاري مثل القرنابيط من البيس مال البلادر. هذا هو البلادر كانسر. هذا السي تي يو وماخذين السكشن كروس بالبلادر والكونتراست بالبلادر بيها مالتيبل فيلنج ديفكتس، هذا وهذا وهذا وهذا. هذا الكبير هو كليه هذني هي بلادر كانسر. لحد الان الصور واضحه شباب؟ والله دكتور ماشي. So this is how bladder cancer looks like using common radiological techniques like ultrasound and CT scan. طبعا هنا نقطة جدا مهمة، أهم وسيلة في تشخيص والانيشيال تريتمنت مع البلادر كانسر هو diagnostic cystoscopy plus minus resection. ماشي. cystoscopy سكوبي معناته ناظور، معناته دخلت بكاميرا من اليوريثرا إلى البلادر. ماشي. فانصح لها ناظور المثانة التشخيصي. زين شوفوا الجملة ايش قد هاي مهمة. It is mandatory in all cases of hematuria even if all the other investigations are normal as it can be the only way to detect carcinoma in situ. ارجع carcinoma in situ شباب يطلع فلات، هسه اشوف لكم اياه بالسيستوسكوبي. هذا ما دام فلات ما راح يطلع بالسي تي يو كفيلنج ديفكت، وما راح يطلع ايضا بالالتراساوند. فالمريض اللي عنده هيماتوريا وسوينا له كل الانفستيجيشنز كلتشر نيجاتيف، سايتولوجي نيجاتيف، التراساوند نيجاتيف، سي تي يو نيجاتيف، ما نقدر ندزه للبيت ونقول له كل شيء ما عندك، لانه اشك بالكارسينوما ان سايتو خاصه اذا الدرلي او سموكر، فاقول له ما ادزك للبيت لحد ما تسوي دايجنوستيك سيستوسكوبي. ماشي. طبعا اقدر ادخل بالناظور واشوف التيومر، النمبر، السايت، السايز، الشيب اوف تيومر. التيومر اذا بابيلاري هو الموست كومن، يكون بيتر بروجنوسيس ذان نودولار اور سيسايل تيومر. ماشي. الكارسينوما ان سايتو راح اشوف لكم اياها بصوره تطلع كلش واضحه. ورا ما اشوف التيومر بالناظور راح اطلع سيرجيكال لوب على الكتريسيتي واسوي ريسكشن تو اول ذا فيزيبل تيومر، وادزه للهيستوباثولوجي على مود اشوف اكو بالفعل كانسر، شنو الهيستولوجيكال تايب، شنو الجريد وشنو الستيج، لان على اساسها حفصل البروجنوسز والتريتمنت مثل ما حنجي نشوف. اسم العمليه ترانس يوريثرال من خلال اليوريثرا ريسكشن اوف بلادر تيومر، يندرخ اسمها تي يو ار بي تي. خلينا نجي نشوفها على مود نتعلم.
بعدين نجي للديفرنشال دايجنوزز. شوفوا شباب، هذا الدايجنوستيك سيستوسكوبي، دخلت هاي المثانه سفير مليانه كلير فلويد، الوول مالتها نورمال سموث، تشوفون هذا اللي طالع؟ نعم دكتور. هذه ماس بابيلاري مثل الاصابع او مثل القرنابيط، كولي فلاور، هذه بابيلاري تقريبا وهاي كولي فلاور. This is how transitional cell carcinoma of the bladder looks like. ماشي زين، هنا ايش دي يسوي الدكتور؟ شاف التيومر ودي يسوي عمليه ترانس يوريثرال ريسكشن اوف بلادر تيومر، مفوت لوب، هذا لوب هنا وبي الكتريسيتي، فعل الالكتريسيتي ويقص كل التيومر ويغسله، يعني يغسل المثانه ويدزه للهيستوباثولوجي فور جريدنج اند ستيجنج تو ديتيرمين وات تو دو نيكست فور ذا بيشنت. الكارسينوما ان سايتو مشكله ما تطلع بكل الانفستيجيشنز السابقه وهي خطره لان هي هاي جريد لايبل فور ريكرنس اند بروجريشن. نورمالي هذا السيستوسكوب نستخدم وايت لايت، هذا بيطلع نورمال ما دا اشوف بيها فد شيء. تو انكريز ذا اكيورسي اوف ديتكشن اوف كارسينوما ان سايتو نستخدم سبيشال داي نصيح لها اتش اي ال هيكسامينو لوفيلينك اسيد، هاي تترسب بالمالجنت سيلز اكثر، واستخدم سبيشال لايت بدال الوايت لايت بلو لايت، فحشوف البلادر ميوكوزا كلها بلو والمناطق اللي بيها مالجنسي تطلع برايت ريد، هذه هيك تطلع الكارسينوما ان سايتو. لهذا لازم اسوي سيستوسكوبي لان مرات ما تبين، حتى بالسيستوسكوبي مرات ما تبين. اوكي؟ And I don't need to miss it. I shouldn't. هم كلمة هسه هنا شنو الديفرنشال دايجنوزز؟ شفت RBC in urine. اوكي هي هيماتوريا. هل هي بالتحديد بلادر كانسر؟ الجواب لا. Other urologic causes. Other malignancies in the urinary tract. مو بس البلادر. مثلا renal cell carcinoma. Transitional cell carcinoma فوق البلادر يعني باليوريتر او بالكدني. The renal pelvis. بروستيت كانسر، كلها تجي ايضا بهيماتوريا وتحديدا بينلس هيماتوريا. فمن اشوف بينلس هيماتوريا اشك بمالجنسي بلادر كانسر اند اذرز. طبعا الشغله الثانيه كل البقيه تقريبا هي بينفول هيماتوريا من ضمنها انفكشن، يعني بكتيريال يو تي اي، اتيبيكال بكتيريا لايك تيوبركلوسز، باراسيتيك شيستوسوما، هذه بالعاده تكون بينفول هيماتوريا. والهنت الاخر بوزيتيف كلتشر اند ايمجينج. افكر كذلك اذا painful بالستونز ماشي، فادز الترا ساوند او سي تي سكان او اي في يو او كي يو بي مثل المحاضره اللي اخذناها. اسال على هيستوري اوف تروما، اذا واحد انضرب على الفلانت او على الجينيتاليا ممكن يجي بهيماتوريا بالفعل. هاي الميسيلينيوس بي بي اتش ماشي، ميدولاري سيستيك كدني، سايكلوفوسفامايد، انترستيشال سيستاتس ما مطلوبه. الشغلة الثانية اللي أميزها أنه ممكن الكوز نفرولوجيك كوز، يعني بيفور ذا كيدني أور إن ذا بارانكيما أوف ذا كيدني ماشي، هذا يعالجوها جماعة النفرولوجي. بالعادة هذا الهنت أنه نفرولوجيك كوز after you exclude all the urologic causes، خاصة بالمريض اليانج دون الأربعين، هايبرتنسيف، عنده بروتينيوريا هواية، اشوف الار بي سي مالته باليورين مجعصه لان فايته من التيوبيولز او من الجلوميرولس، انصح لها ديسمورفيك ار بي سي، او متحطمه تماما وصايره مثل التراب ار بي سي كاس، اشك بنفروجينيك نفرولوجيك كوزز. مثل ايش؟ مثل الاي جي اي نفروباثي اللي هو بيرجرز ديزيز، جلوميرولونفرايتس بانواعها، ثين بيسمنت ممبرين جلوميرولونفرايتس، او مريض دا ياخذ انتي كوغولانت ثيرابي او عنده بليدنج تندنسي. اللي نجي شباب هسه لحد الان شباب واضحه المحاضره؟ زين على مود نخلص بسرعه عيني شباب، هسه سوينا تي يو ار بي تي، شفنا التيومر وسوينا على ريسكشن وطلع الهيستوباثولوجي. الهيستوباثولوجيست قال هذا بعد ما واصل للمصل، يعني نون مصل انفيزيف، يعني كارسينوما ان سايتو او تي اي موست كومنلي او تي 1. فاشوف الجريد والستيج. شوف هذا ورا ما اسوي ريسكشن على مود امنع الريكرنس بلس ماينس بروجريشن، ابدي اغسل المثانه بانترافيزايكال كيموثيرابي او اميونوثيرابي، يعني اخلي فولي كاثيتر وادفع كيمياوي ابقي ساعه ساعتين بالمثانه وبعدين اخلي المريض يتدرب.
الانترافيزايكال كيموثيرابي ماشي هو ميتومايسن سي او ادريامايسن. هذا بالعاده استخدمه المن للنون مسل انفيزيف اذا كان الجريد مالته لو اور انترميديت، يعني جريد 1 اور جريد 2. على سبيل المثال تي اي جريد 1 جريد 2 هذولي لو ريسك، يقلل الريكرنس بس ما يمنع البروجريشن. السايد افكت مالته بلادر الريتابيلتي يعني ديسيوريا فريكوانسي، وممكن يسبب سكين راش اذا طخ بالسكين مال هاند افتر واشنج. الحل الثاني انه اغسل المثانه بانترافيزايكال اميونو ثيرابي مو كيمو ثيرابي، اللي هو البي سي جي نفسه، هذا المايكوبكتيريوم بوفيس ماشي. هذه بكتيريا اتنيويتد تدخل للبلادر تحفز الجهاز المناعي السي دي 8 سيلز تو ستارت بيلدينج اميونيتي ذات كيلز كانسر. هذا شو وقت استخدمه؟ اذا هو نون مسل انفيزيف لكن هاي جريد ماشي، especially carcinoma in situ اللي هي by definition high grade، T1 اللي واصل للامينا بروبريا او G3. هذا الفائده مالته يقلل الريكرنس والبروجريشن، ذاك بس يقلل الريكرنس. لكن المشكله ما اقدر استخدمه بكل الحالات مال نون مسل انفيزيف لان بي سيفير سايد افكتس اكثر من الكيموثيرابي، فاي ريزيرف ات اونلي تو هاي جريد كانسرز. يسوي بلادر الريتابلتي، وممكن هاي اللايف اتنيويتد بكتيريا اذا عبرت للدم تسوي بي سي جي توكسيسيتي اور سبسيز ريكوايرينج فورمال انتي تي بي تريتمنت. اهم شيء بالبلادر كانسر شباب لان لايبل فور ريكرنس اند بروجريشن، فنسوي تي يو ار بي تي، واذا نون مسل انفيزيف ننطي وحده من هذني الاثنين ونظل نتبع المريض بالناظور بين فتره وفتره، كل 3 شهور كل 6 شهور بعدين كل سنه نرجع نسوي له ناظور to detect and treat early recurrence. اوكي شباب، فنسوي cystoscopic surveillance مراقبه دوريه من خلال الناظور حسب الجريد والستيج، كل من الى بروتوكول خاص بالفولو اب وديوريشن ما مطلوبه منكم. انا كلش سهله، اذا وصل التيومر للمصل فصاعدا اصبح هذا اسمه مصل انفيزيف، بعد ما يفيد بي تي وار بي تي ولا انترافيزايكال كيمو ولا اميونو، هذا ديب. حتى لو اسوي ديب ريسكشن مرات بيرفوريشن للبلادر ما اقدر اشيله. فالحل شو اسوي؟ اقول زين اوكي هذا وصل للمصل، خل اسوي ستيجنج اتاكد هذا صار ميتاستاتيك لو لا. اسوي سي تي سكان وام ار اي اور ام ار اي اوف ذا ابدومين اند بيلفس، تشست اكس راي، بون سكان اذا هو عنده بون بين، واشوف. إذا بعد مو ميتاستاسيس يعني localized or locally advanced ما صاير بي ميتاستاسيس، فالحل لتريتمنت مال المصل انفيزيف بلادر كانسر واحدة من اثنين، أما أشيل البلادر كليتها وأسوي يورين دايفرجن نصيح العملية راديكال سيستكتومي رفع المثانة الجذري بلس ماينس، قبل العملية ممكن أنطي نيو أدجوفنت كيموثيرابي to improve the response to surgery. إذا المريض رفض السيرجري أو الدايفرجن، الحل الثاني هو pelvic radiotherapy. أوكي؟ أما إذا المريض صار عنده ميتاستاسيس بعد كل شيء ما يفيده local treatment، أنطي له systemic chemotherapy اللي هو cisplatin based، والمريض عنده very poor prognosis. It is highly lethal لبلادر كانسر. واضح هذا السلايد لو صعب عليكم؟ دكتور ماشي. شوفوا شباب، راديكال سيستكتومي اذا قررت المريض عنده مصل انفيزيف بلادر كانسر وبعده مو ميتاستاسيس والمريض موافق على العمليه، it is the surgical removal of the bladder and pelvic lymph nodes، هاي ثابته. بالميل اشيل البروستيت والسيمينال فيسيكل، وبالفيميل اشيل اليوترس الفالوبيان تيوبز and the upper third of the vagina to achieve surgical margin. ماشي زين. It is the treatment of choice for muscle invasive bladder cancer without mets. اقدر اسوي هاي العمليه open laparoscopic or even robotic. الحل انه ورا، عفوا السؤال اللي يطرح نفسه، ورا ما شلت البلادر اليوريترز واليورين منين حيطلع صح لو غلط؟ راح اسوي urine diversion ماشي by one of many methods. خلينا نجي نشوفها.
الطريقة الأولى هي انصح لها incontinent diversion، هاي تقريبا يعني بس تطلعوا عليها بسرعة لأن صعبة عليكم. incontinent diversion يعني سوينا وصلة لل، يعني شوفوا هنا أنا اسمه ileal conduit اللي هو اليورت، البلادر انشالت واليورترز اجيت وربطتها بسيجمنت من الباول، فصلتها عن الباول من الإيليوم، ربطت اليورترز هنا والديستال اند، فتحتها كستوما بالسكن هنا وشكلت عليها اليوستومي باج بحيث اليورن يطلع 24 ساعه وكل ما ينترس الباج يفرغ المريض. ماشي، هذا اسمه ايليال كوندوي اللي هو نون كونتيننت دايفرجن. زين، اذا ما نريد الادرار يطلع 24 ساعه شو نسوي؟ ممكن نسوي وحده من ثلاث طرقات، فشي اسمه نيو بلادر، بلادر جديده اسمها الثاني اورثوتوبيك، اللي هو اجي اسوي سيجمنت من الباول، اقص سيجمنت من الباول واسوي ري انستوموسيس، وهاي السيجمنت اللي اخذتها اسويها سفير مثل الطوبه، واربط اليوريترز بسيجمنت من عندها، واربط الجزء الاسفل منها باليوريثرا بالرابدوسفنكتر. ماشي، فالمريض يصير عنده بلادر جديده فاشند فروم ذا باول اتسيلف، وعلى اعتبارها مربوطه باليوريثرا راح يقدر يسيطر على الادرار، ايش وقت ما يريد يروح يتدرر يروح يتدرر. So it is continent diversion. الطريقة الثانية بدل ما أربطها باليوريثرا أسوي سيجمنت من الباول مثل السفير وأفتحها بالسكن وأخلي بيها نبل معينة ستوما بحيث ما تطلع إدرار 24 ساعة، ماكو داعي أخلي باق عليها. من المريض يعجبه هو يدخل بيها كاثيتر صوندة ويفرغ الإدرار اللي بيها. So this is the second type of continent diversion. يصيح لكاثيترايزابل باوتش. الطريقة الثالثة اللي هي طريقة قديمة أول الطرق، أنه شلت البلادر وربطت اليوريترز بالسيجمويد كولون، فيقوم يطلع اليورين ويا الستول من خلال الأينال أوبنينج. هاي الطريقة سهلة، لكن المشكلة من تخبط اليورين ويا الفيسز راح تصير مشكلة، أنه ممكن تصعد أسندنج إنفكشن للكدني وتنتهي بايلونفرايتس سكارينج أند لوس أوف رينال فانكشن. أوكي، هاي الرفرنسز مال المحاضرة، هسه خل اخذ حضوركم على مود